كانوا الناس هنا يعانيو يعني في التمويل بالغاز اللي خرج من القارورات، عناء كبير في فصل الشتاء خاطر برد كبير، والحمد لله اليوم بفضل برنامج الحكومة اللي رانا نجسدوا فيه استفاد كل مواطنين هذه المنطقة بالغاز الطبيعي، وكذلك عندهم مبرمجة الطريق اللي فك العزلة. الماء كنا شرفنا مرة الماضية بولا حاجة الماء، كذلك توصيل المياه الصالحة للشرب، وإن شاء الله كاين أمور أخرى مسجلة في برنامج مناطق الظلم ستأتي تدريجيا.